هو السعادة. نروح بقى لتاني حاجة ملهاش ديدلاين أو ملهاش فات الميعاد أو ملهاش وقت، هي الجواز. نلاقي إن في بنات كتير ملهوفة قوي على موضوع الجواز وإنها تتجوز بدري وتستعجل بقى في الاختيار والاختيار يطلع غلط وحياتها كلها تتلخبط جدا. في بنات بتقولك في سن معين، أصل أنا لو عديت الـ30 كده مش هتجوز أو هعنس أو مش هيتقدم لي عرسان أو فرصتي في الجواز الأكثر تفاؤلاً بقى من البنات يقولوا إيه، لو عديت الـ30 فرصي في الجواز هتقل. مش صحيح أبداً أبداً طبعاً أبداً طبعاً أبداً طبعاً، ده عادات وتقاليد المجتمع. أبداً أبداً أنت تتجوزي لما تلاقي الشخص المناسب ليكي، مالكيش دعوة بسنك. مش عادات وتقاليد، وتكوني في نفس دي الوقت معتقدات خاطئة. خاطئة أكيد طبعاً، خاطئة أكيد خاطئة. وستيريوتايبس إحنا يعني ممكن نكون توارثناها، لكن الجيل الجديد بيتغير لأن دي معتقدات خاطئة. جواز اسمه ونصيب. كانت الأول البنت يا بوسة بتتعلمش، دلوقتي بتتعلم وبتاخد شهادات عليا وبتاخد وبتاخد، فمحتاجه وقت لحد ما تلاقي الزواج المناسب. بص يا شاف، هو في الاخر في تغيير لفكر المجتمع، وفي يعني احنا شايفين موضوع الاهتمام بالمراه وتعليم المراه طبعا وتمكين المراه وشغل المراه، فطبعا اللي انت بتقوله صح ان ممكن سن الجواز يتاخر تماشيا مع انها دلوقتي البنت بقت تفكر انها لا لازم تخلص تعليمها، لازم تشتغل وتكون حياتها والكارير بتاعها او مسيرتها المهنيه قبل ما تتجوز، فطبعا ده بيأخر شويه ممكن الجواز. الجواز ده فعلا، فالجواز ده يا جماعه اسمه ونصيب، مفيش حاجه اسمها ديدلاين فيه ولا خلاص كده مش هتجوز لو عديت الـ30 ولا عديت ما اعرفش ايه. في ناس كتير جدا اعرفها شخصيا فوق الـ40 اتجوزت والاول مره وعملت علاقات ناجحه جدا، وفوق الـ45 وفوق الـ50 كمان احيانا بيتجوزوا، وفوق الـ60 كمان، ونعرف قصص كتيره كانت علاقات زواج ناجحه جدا جدا جدا. اهم حاجه تلاقي الزواج المناسب الناجح. صح، ما تستعجلش واقول ايه او احسن من ما فيش او احسن لايه، الوقت لا هيضيع إيه؟ الوقت راح، او احسن ما ايه ما اقعد ما اتجوزش خالص، او تبص لصاحبتك او بنت خالك او بنت عمك، ما تبصيش لحد. والله العظيم ان انت تقعدي كده معززه مكرمه في بيت اهلك ارحم مليون مره من جوازه فاشله او متعبه او علاقه سامه او مرهقه او واحد مش مناسب ليكي مش متفقه معاه، مفيش بينكوا السكينه والموده والرحمه والتفاهم. مش عايزه اقول الحب يعني ده موضوع نتناقش فيه، لكن اهم حاجه الموده والرحمه والتفاهم. تفاهم، تناغم، العواميد اللي بتولد حب اللي بتستمر. بالظبط، وبتولد حب. فلو مفيش الحاجات دي ما تقوليش خلاص اتجوز للكونفينينس. يعني ايه كونفينينس؟ يعني يعني ماشي حالك، الراحة بقى الراحة يعني بقى. او ايه المناسب. المناسب.